آداب قضاء الحاجة. لقضاء حاجة آداب. لابد يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس، لا يرى أحد. لازمي خبر هذا بل كواجب دي داچه دي خلقو دي مخينا ما پتيگي چه حسو كي وينيني. يدخل في هذه الحمامات يغلق الباب. حمام تدنكيگي دروازة ببندي. أو يستتر بجدار بصخرة بشجرة بسيارة. أو ياد يو ديوال شاتا دي غد كاني شاتا دي غاري شاتا زان ببطي. أو يبعد إذا لم يجد شيء أن يستتر به. أو كده پتاولو سشانون لري بزي. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نبا قبلته مخكي أو نبا قبلته شاكي. لا يدخل بشيء فيه ذكر الله، مصاحف، كتب العلم. داس الشيء نجاقيك إذا الله ذكر لك قرآن شو يا نور داس علمي كتابونا شو أغبى نوري ذان سرا. ينقطع عن ذكر الله. دا الله ذكر بنكي. لابد أن يختار مكان لبوله لا يرتد عليه، ليس بالصلب حتى لا يرتد عليه رشاش البول. داس زيبا دخبلو متيازو دپاره اختياري چه داغيت ساسكي واپس دبان دي اونه لگي. لا يبول او يتغوط في اماكن يؤذي فيها الناس، اماكن جلوس الناس تحت الظلال، الاشجار، الماء الراكد الذي لا يجري. تشه او دكي متيازي با داس زيكي نكي چه التا خلق كيني او خلقو تا تكليف رسيگي او يا وبا چه كما غرواني وبا يا ولاد وبا. يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. حمام دا داخل دو با وقكي بخبلا قص أخبا مخكي كي أو براوتوك بجكم دقيق بمخكي كي. قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. مخكي دينا جغا حمام تدنكيكي بايد دعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا خرج يقول غفرانك. أو شكل الرؤوة نبيا بواي غفرانك. يصح أن يقول قائما بشرطين. بولاړه باندې متیازې کولای شي په دوه شرطونو سره. الاول ان يامن ان العوره لا تنكشف. اول دا چې په دې باندې مطمئن شي چې عورته نه ښکاره کیږي. الثاني ان يامن لا يرتد عليه رشاش البول. دویم دا چې په دې باندې مطمئن وي چې د متیازو ساسکي به ورته نه لګي. نعم المسلم لابد ان يتقي الله سبحانه وتعالى في الطهاره في النظافه بعد قضاء الحاجه. مسلمان باید الله نه په دغه حالت کې ویریږي د قضاء حاجت نه رسو طهارت خپوره مکمل حاصل. لكن يكون وسط لا يوسوس ولا تنطع. بلکې وسط طریقه پکار ده، نه به وسوسو کی او نه به کوم د انکار کی. او يتهاون في ازاله النجاس. او یا دا چې نجاست په ختمېدو کې سستی وکي. اذا انتهى من قضاء الحاجه لابد ان يطهر المكان. کله چې د قضاء حاجتنا خلاص شو فارغ شو نو بیا پکار ده چې خپل ځای وینځي. يطهر المكان بالماء خو دغه ځای په اوبو باندې وینځي او بالحجاب او یا په کاڼي باندې او بالمناديل بالخرق او یا په کپڑا ټوټه باندې او یا په ټیشو پیپر باندې. اذا اراد ان يستعمل الحجار المناديل الخرق يشترط له شروط. کچرتا کاڼي او یا منديل فاين ټیشو پیپر وغيرها غواړي چې باندې صفايي وکړي نو شرطونه دي. ان تكون طاهره لا نجسه. په کار ده چې دا پاک وي نجس نه وي. ولا تكون محترمه مثل اوراق المصاحف اوراق العلم. او داسې محترم بني لکه څنګه چې په کومو کاغذونو کې علمي خطونه لیکل شي. ولا تكون طعام للانس للجن لدواب الانس لدواب الجن. او نه به دا د پیریانو انسانانو د خوراک شي. لابد من ثلاثه احجار ثلاثه مناديل اقل شيء. لازم د ټولو نه کم باید درې کاڼي یا درې ټیشو پیپر استعمال. فاذا حصل النقاء بثلاثه اکتفى الحمد لله. که چرته په دې درېو باندې صفايي حاصله شوه نو دا کافي ده الحمد لله. كيف يعرف انه حصلت النظافه حصل النقاء؟ نو هغه څنګه پوهیږي چې صفايي ورته حاصله؟ يرجع المنديل او الحجر جاف ليس فيه اثر الحاجه. دا منديل او يا دا كان چې کوم دا به وچی به دې کې اثر بخکار نشي. فاذا رجع فيه اثر يزيد. کچرته دې کې اثر لوندوال اخکار شو نو نور صفايي به. حتى يرجع المنديل والحجر ليس فيه اثر. تر هغه پورې دا منديل يا كان چې کوم دا وچی. ان انقطع بسته احجار بسته مناديل يستحب له أن يقطع على عدد فرد يزيد السابع استحبابا وإلا الطهارة صحيحة والله أعلم. كچرت شپک کانی یا شپک تشو پیپر اغه باندې طهارت حاصلو او کافی نو نوم چکم دے اغه به استعمال ول شي مستحب دے کنه شپک ور لا کافی دی. نعم.